بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا المحاضرة الثامنة الجزء الأول علم الفطريات مايكولوجي. نبدأ بشعبة الفطريات الكيسية اسكومايكوتا. فطريات كيسية الصفات العامة، يعني هذا احتمال يجيكم سؤال مثلا اذكر الصفات العامة لشعبة الفطريات كيسية اسكومايكوتا ويحدد لك كم نقطة. فطريات كيسية هي أكبر مجاميع الفطريات، ضم حوالي 3/4 الفطريات المصنفة، يعني حوالي 3000 جنس و70,000 نوع، وكلها معظمها تعود إلى أنواع المشتركة مع الطحالب تكوين الأشنات. قسم منها كان ضمن الفطريات الناقصة هي اللي عدم وجود تكاثر جنسي. من يكتشفون تكاثر جنسي فتجي وين؟ شعبة الفطريات الكيسية. لهالسبب هذه شعبة متجددة وتزيد أنواعها، وتعتبر من أكثر الشعب اللي ضمن مملكة الفطريات وأكبرها. تضم فطريات الأهمية اقتصادية، نختصرها مثلا لها دور في الخميرة الصناعية مثل ساكرومايسيس سيرفيسيا، والفطر الذي كشف عن البنسلي المرة الأولى البنسيليوم كريسوجينوم، وعندك الفطر المنتج لسموم الأفلاتوكسين سبيرجيلا سوفليزوس والمسبب المرضي الإنسان الكانديدا البيكانس. فهذه الأهمية الاقتصادية. ذلك شنو الأهمية الاقتصادية للفطريات الكيسية؟ فذني الأربعة بهن الأهمية تشمل الفوائد والأضرار. ساكرومايسيس هي الخميرة الصناعية، إذا يقول لك مثلا الفطر ساكرومايسيس سيرفيسيا شنو فائدته؟ يقول هو يستخدم في إنتاج الخميرة الصناعية، أو العكس مثل لفطر يستخدم في الخميرة الصناعية ساكرومايسيس سيرفيسيا. والفطر اللي كشف عن البنسلين منه البنسيليوم كريسوجينوم، وبنسيليوم كريسوجينوم شنو فائدته؟ يقوم بإنتاج المضاد الحيوي البنسلين. والاسبرجيلا سوفليفاس إذا أقول لك مثل لفطر ينتج سموم الأفلاتوكسين اسبرجيلا سوفليفاس، ومثل لفطر يسبب أمراض الإنسان الفطريات الكيسية هي الكانديدا البيكانس. طبعا سؤال آخر ممكن، لماذا سميت شعبة الفطريات الكيسية؟ هذا طبعا جوابه بالنقطة الثانية لأنه تكون أكياس، المفرد أسكس والجمع الساق، وتحتوي على أبواق كيسية أسكوسبور، وهذه تنتج واللي هي ناتج عملية التكاثر الجنسي. الغزل الفطري النقطة الثالثة من النوع ستيت هايفا، أول شعبة في شعبة في مملكة الفطريات اللي هو درسناها شعبة الفطريات كتريدية، شعبة الفطريات اللاقة هي زايغومايكوتا، وشعبة الجلوميرومايكوتا كلها كانت أما خلية واحدة أو سينوستيك هايفا، الغزل الفطري غير مقسم. هذه بالعكس تكون مقسمة وتقسيمها يكون جيد. فبعد من الصفات الأخرى اللي طبعا تتميز اللي بيها، قد تكون أحادية الخلية مثل الخمائر، وقد تكون متطورة وتقسم. طبعا بالحالتين موجود الكاتين والبيتا كلوكان، لأنه شعبة مملكة الفطريات كلها تحتوي في جدار على الكاتين، لهالسبب ضمت في حين مثلا شعبة الاسترامينوبيلا تحتوي على ليس الكايتين وإنما السليلوز. الغاز الفطري الساعد يكون أحادي النواة أحادية المجموعة الكروموسومية، أما التطور ثنائي النواة فيكون في الخلايا المولدة الأكياس والخلايا والأكياس الأمية. التكاثر لا جنسي طبعا تميز هذه الشعبة بها طور جنسي ولا جنسي. اللاجنسي هو يسموه مصطلح أنامورف، والتيلومورف هو اللاجنسي الجنسي عفوا. واسعة الانتشار معيشتها، ممكن تعيش على الفطريات الروثية على روث الحيوانات، لسبب سميت فطريات الروثية مصطلحها كوبروفيلوس. قد يجيك سؤال عرف الكوبروفيلوس، وهي الفطريات تنمو على روث الحيوانات، واللي أيضا لا تذكرون درسناها سابقا وحاليا أيضا عندنا نفس الشيء. البعض الآخر ممكن تكون بحرية المعيشة مارين فانجي،
ممكن تكون أحيانا تحتوي على غلاف جيلاتيني يحيط بالسبور أو لواحق. ممكن تكون تغذيتها نخرية نيكروتروفيك يعني تسبب أمراض، وبعضها بايوتروفيك. البايوتروفيك إذا أقول لك شنو تعريفه؟ علاقة تعايشية ما بين بعض الفطريات وبعض أنواع الطحالب، وين في شعبة الفطريات الكيسية تكون عشانات، وقد تكون جذور كثير من النباتات مع الفطر فيكون المايكورايزا. أقول إندوفايت في حال تكون الفطريات مع أوراق أو سيقان النباتات يسموه إندوفايت، ممكن تعيش مع المفصليات ومن الكائنات. طبعا التكاثر في الفطريات الكيسية، التكاثر الجنسي، هو ممكن يجيك سؤال عدد طرق التكاثر الجنسي بالفطريات الكيسية. طبعا هنا عندنا الأربعة: اتحاد حوافظ مشيجية متماثلة، اتحاد حوافظ مشيجية غير متماثلة، اتحاد البذير سبيرماتيزيشن، والاتحاد الجسمي سوماتوغامي. اتحاد الحوافظ المشيجية المتماثلة، من اسمها متماثلة يعني شنو متشابهة؟ يعني حافظتين مشيجيتين متشابهتين مظهرية، يرمز لأحدهما بإشارة موجبة اللي هي ذكرية والأخرى سالبة أنثوية، تتماسان من الطرف وتلتحمان، والخلية الملتحمة شتكون الكيس. يحصل طبعا تمر بمراحل التكاثر الجنسي، عندنا ثلاث مراحل التكاثر الجنسي: بلازموغامي، اتحاد بلازمي، وكاريوغامي، اتحاد نووي، وبعدين المايوسيس. فيحصل اندماج بين البلازما بعد ما يذوب الجدار، وبعدين اندماج نووي، وهذه تكون بعدها الكيس. بالخمائر راح تتحول الى لاقحه، واللاقحه تتحول كيس. النقطه الثانيه: طرق التكاثر، اتحاد الحوافظ المشيجية غير المتماثلة اللي هي النواة الذكرية يعني ما متشابهة، فتكون انثريديوم والانثوية اسكيغونيوم، ويلتحمون مع بعضهم عن طريق الشعيرة الترايكوجين، الشعيرة الانثوية. اذا قلتك تعرف شنو الترايكوجين الشعيرة الانثوية، وهي عبارة عن شعيرة موجودة عادة تقوم بعملية تربط ما بين الانثريديوم والاسكوغونيوم في شعبة الفطريات الكيسية، ولها دور في عملية نقل محتويات الانثريديوم من النواة والسيتوبلازم، وهذه من الخلية الذكرية إلى الخلية الأنثوية. الثالث: الاتحاد البذيري سبيرماتيزيشن، هاي ممكن يجيك تعريفه وأيضا تعداده من ضمن الطرق. الاتحاد البذيري سبيرماتيزيشن شنو هو؟ وحد طرق التكاثر الجنسي بالفطريات الكيسية وحتى أيضا بالفطريات البازيدية. تنتقل البذيرة سبيرماشيوم اللي هي الخلية الذكرية، تتكون داخل حافظة بذيرية سبيرموغونيوم إلى عضو الاستقبال الأنثوي، تفرغ محتوياتها، ويمكن أن تقوم مقام البذيرات في بعض أنواع الكونيديا الصغيرة المايكروكونيديا والكونيديا. هو الاتحاد الجسمي السوماتوغامي، يتم الالتحام بين خيطين فطريين غير متخصصين، تنتقل النواة إلى الأسكوغونيا من خلال فتحات الحواجز، وهذه الطريقة ليس شعر فطريات كيسية وإنما فطريات البازيدية. أيضا ممكن تعريفها. آلية تكوين الأبواب الكيسية داخل الأكياس، باستثناء الخمائر يمكن أن تتأخر عملية الاندماج النووي إلى أن تحصل في الكيس الحديد. بعد الاندماج النووي راح تكون أربعة نواة ناتجة من انقسام مايوسيس الاختزالي، يتبعها انقسام خيطي، فالأربعة راح تصير 8 وممكن تصير 16. بعدين تحاط كل جزء منها بسايتوبلازم من سايتوبلازم الكيس، ويحتوي على نواة محاطة بغشاء مزدوج، ويترسب الجدار وحيث يفصل بين يفصل الطبقتين مع نضوج البوق. فبهالحالة يتكون الأبواق داخل الأكياس. الأكياس جمع الساقين والمفرد أسكاس. الأكياس يمكن أن تكون حرة أو عارية كما في التفرينة ديفورموس. يعني شنو حرة أو عارية؟ يعني عدم وجود أجسام ثمرية تحيط بها مثل التفرينة ديفورموس والساكرومايسس والخمار والشايزو ساكرومايس أيضا، لكنها في كثير من الحالات تكون أجسام ثمرية. أكو أربعة أنواع من الأجسام الثمرية: أبوثيسيوم اللي هي الثمرة الكأسية تشبه الكأس، مثالها في الفطريات الكيسية في صف الفطريات الكيسية ديسكومايسيز، أي تكون كأسية الشكل.
أو الدورقية بريثيسيوم، أو الثمرة المغلقة الكوندالية مغلقة، أو الأسكوستروما. هذني أربع أنواع من الأجسام الثمرية، وهذه ممكن نراها بالعين المجردة. والأكياس عادة يكون أن تكون جالسة أو محمولة على سوق وعارية، وتكون ضمن طبقة الخصيبة، طبقة الخصيبة الأمينية. أكو ثلاثة أشكال مظاهر للكيس. طبعا من يجي هاي ممكن يجيك عدد يقول لك توجد ثلاث أشكال لمظاهر الكيس، عددها وتكلم عن واحدة منها، أو يجيب لك تعريفات. عارف البروتو تيونيكيت أو يونيت تيونيكيت أو باي تيونيكيت. فعندنا الأولى هي أكياس ابتدائية الغلاف بروتو تيونيكيت. هذا الكيس يكون رقيق، ومن يتحرر البوغ راح يتلاشى هذا الجدار وتنتشر فطريات مثالها الكليستوثيسيوم والبريثيسيوم، ممكن الأسكوستروما. فممكن يجيك سؤال يقول لك شنو نوع الكيس بالكليستوثيسيوم؟ تقول أكياس ابتدائية الغلاف بروتو تيونيكيت أو البريثيسيوم أو البروتو تيونيكيت، تعطيني مثل عليه من الثمار، تقول لك كليستوثيسيوم أو بريثيسيوم أسكوستروما. أحادية الغلاف يونيت تيونيكيت، يونيو أحادي وتيونيكيت غلاف، هاي بطبقتين، اكو اكزوتيونيكا واكو اندوتيونيكا، تلتصقان مع بعضهن فيتكون يعني ويظهر وكأنه غلاف واحد وليس غلافين، لان هن ملتصقات. وتتحرر الابواغ من خلال فتحة طرفية، اما من فتحة طرفية او عن طريق الغطاء الاوبر كيلو. وهذه الانواع توجد في الفطريات كيسية من نوع ابوثيسيوم، وعادة يعني الغطاء اللي أشبه شلون بالصمام، بعمل صمام الضغط اللي ينفتح وتطلع الأبواغ منه. عندنا النوع الثالث باي تيونيكيت، اكو طبقتين اندو اسكس واكسو اسكس، هاي موجود قدامكم بالرسم. هذه الغلاف الداخلي يكون أضعاف الغلاف الخارجي وينفصل منه ويطلع ويمتد الى الخارج، وبعدين تتحرر الابواغ، ومثالها الفطر سيدو اسكوستروما او الاسكوستروما. فهذه مهمة جدا، قلنا الاشكال الثلاثة ممكن تعريفها. ممكن اقول لك ثنايا الغلاف شنو نوع الجسم الثمري، تقول لي سيدو اسكوستروما اللي هي باي تونيكيت، وذيك يونيت تونيكيت تكون ابوثيسيوم والاخ بريثيسيوم البروتو.